لم يفرط الرئيس التونسي ولم يفرط، أخذ من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة محوره الرئيس وهو الميراث، فأعلن عن قانون سيعرض قريبا على البرلمان يكرس المساواة بين الجنسين، لكنه يسمح للمورث باختيار التعاليم الشرعية. المساواة في الإرث اللي هو أهم مساواة بقات ماشي جاي، هذا الموضوع احنا حسمنا فيه. بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة، أقول أن إذا كان المورث مهما كان يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته فله ذلك. وردا على موجة الاحتجاجات الرافضة، أكد الباجي قائد السبسي بأن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس بالقانون، مشددا على أنه رئيس لبلد مسلم وأن غايته ليست استفزاز المشاعر، لكنه شدد في المقابل على أن تونس دولة مدنية وليست دينية. احنا عندنا التعامل مع الدستور اللي احكامه آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية، والقول هو أن المرجعية الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ. أطفأ الرئيس التونسي وهج الاحتجاجات على تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة، فحركات الرفض كهذه التي جدت السبت أمام مقر البرلمان بلغت مداها بالنزول إلى الشارع. التقرير في عمومه وفي كثير من نقاطه للأسف كان مصادما لكثير من الأساسيات بل القطعيات في الدين، بمعنى هناك آيات قطعية صادمها هذا التقرير. الشعب التونسي يرفض هذه المقترحات التي جاءت لتمثيل ثلة قليلة جدا من الشعب التونسي ويتم تعميمها على كامل الشعب. الشعب التونسي شعب مسلم يلتزم بتعاليم الإسلام. حتى يمتص غضب الرافضين، اكتفى الرئيس التونسي بقضية الميراث وأرجع النظر في بقية المسائل الحساسة الواردة في التقرير. هو يقول إن هدفه الحفاظ على وحدة الصف. فتح الفلحي، قناة ميديان تيفي، تونس.